السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. طبعا زي ما جت في فيديو النهارده كده من عنوان وزي ما ظهر قدامنا دلوقتي رقم شاور او رقم اليوتيوبر عمر شاور، واكيد اي حد ظهر دلوقتي قدام الفيديو ده اكيد نفسه في رقم عمر شاور اكيد يعني. ففيديو النهارده انا هديك رقم عمر شاور، بس اسمع الفيديو للاخر. طيب ليه؟ عشان فيديو النهارده يا جماعه انا هقول لكم شويه شروط من الشروط دي، انت يعني الشروط دي ممكن تعملها في اقل من 3 ثواني والله العظيم. فانت فعلا عملت الشروط دي خلاص انت كده ممكن بنسبة 90% او 99% تكسب رقم اليوتيوبر عمر شاور، والكلام ده انا هعلن عنه خلال الفترة الجاية، هعمل فيديو تاني وهقول لكم فيه عن الناس اللي فازت برقم عمر شاور. اهم حاجة تسمع الفيديو للاخر عشان دلوقتي انا هوريك شوية شروط لو عملتهم انت كده هتكون كسبت رقم عمر شاور. بس قبل اي حاجة انا حمزة، لو انت ما تشوفنا على اليوتيوب اهم حاجة انك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس، عشان ان شاء الله يا جماعة خلال الفترة الجاية انا هبدأ انزل فيديو اكتر واكتر، يعني ممكن تلاقيني بنزل فيديو كل يوم، فلازم تكون عامل لايك للفيديو وبرضه مفعل الجرس عشان يجيلك شعار بالفيديو اللي انزله كل يوم. ده اهم حاجه انك تعمل لايك للفيديو وتفعل الجرس وبرضه تشترك في القناه عشان ما جاتش حاجه 30,000 مشترك، والله العظيم ما جاتش حاجه يعني. لو كل واحد شاف الفيديو ده عمل لايك للفيديو واشترك في القناه والله العظيم ممكن نعدي اكتر من 30,000 مشترك. فدلوقتي تشترك في القناه يعني كلها ضغطه زر على الزرار الاحمر تحت الفيديو ده، دوس على الزرار الاحمر تحت الفيديو ده وهيظهر على طول ان انت اشتركت في القناه. بس كده يا جماعه من غير كلام كتير يلا بينا على طول نخش فكره فيديو النهارده اللي هي عن رقم عمر شاور. بس يا جماعه حابب نوع حاجه قبل ما نبدا على طول فيديو النهارده، اتمنى من اي حد يسمع معايا الفيديو ده انه يسمع معايا الفيديو للاخر. طيب ليه اسمع الفيديو للاخر؟ عشان في فيديو النهارده انا هقول لك الشروط، والشروط دي هي اللي هتخليك تكسب رقم عمر شاور. ايوه فعلا انت عملت الشروط دي هتكسب رقم عمر شاور، والله مش بهزر. طبعا يا جماعه الشروط دي سهله وبسيطه ومن خلالها انت تكسب رقم عمر شاور. طيب ازاي اكسب؟ انا دلوقتي واحد مشاهد، ازاي اكسب؟ كل اللي عليك بس تسمع معايا الفيديو للاخر، يعني تسمع الفيديو لاخر ثانيه فيه، اخر 8 دقائق دي تسمع الفيديو للاخر وعلى طول انت كده هتكون سمعت كل الشروط وسمعت يعني الفيديو خلصته وكل حاجه، فانت كده هتكون عارف كل حاجه عن رقم عمر شاور وفي نفس الوقت عارف ازاي تكسب رقم عمر شاور. بس يا جماعه حابب نوع حاجه اخيره قبل ما نبدا فيديو النهارده، عارف توقع عليكم جدا والله انا عارف توقع عليكم جدا جدا، بس يا جماعه الحاجه مهمه جدا جدا وتعتبر دي اهم حاجه في فيديو النهارده، لازم كلكم تعرفوها للامانه. بس طبعا يا جماعه يعني ده الرقم اللي انا هقول لك في فيديو النهارده ده رقم كان عمر شاور سايبه في فيديو ليه قديم، يعني كان هو عامل فيديو من حوالي 3 سنين او 4 سنين يعني من زمان، وكان في الفيديو ده كان كاتب اللي يلقى الجوت بتاعه يرن على الرقم ده، وانا جبت لك الرقم اللي كان سايبه في الفيديو. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ بنيه اتمنى تكونوا بخير. نبدا على طول يا جماعه في الشروط، والشروط دي انت اللي عملتها هتاخد رقم عمر شاور او الرقم اللي كان عمر شاور سايبه في الفيديو بتاعه. الرقم ده مش متاكد 100% ان رقمه، انا بقول لك ده من دلوقتي عشان تفهم الدنيا ونبقى واضحين مع بعض من البدايه. الرقم ده مش 100% بتاع عمر شاور، الرقم ده كان هو سايبه في الفيديو بتاعه، وانا دقتي لو اي حد فيكم محتاج الرقم ده انا هديه له. فاهم حالك تكون عامل الشروط اللي انا هقول لك دلوقتي، اهم حاجه تعمل الشروط صح وتتاكد انك عاملها صح. بس كده يلا بينا نبدا على طول في الشروط. نبدا على طول يا جماعه في الشروط. الشروط يا جماعه سهله جدا جدا، يعني الشروط دي عباره عن ثلاث حاجات انت او اربع حاجات انت عملتهم وهتاخد رقم عمر شاور او رقم اللي كان عمر شاور سايبه في الفيديو بتاعه. وانا كده الشرط الاول، الشرط ده يعتبر من اهم الشروط اللي انت ممكن تعملها عشان من خلال الشرط ده انت هتزود نسبه يعني فوزك بالرقم عمر شاور. الرقم ده او الخطوه دي او الشرط ده انت لو عملته ممكن على طول انت تكون من اهم الناس تفوز برقم عمر شاور. ده اكيد يعتبر اهم حاجه ان انت تعمل لايك للفيديو، ده اسهل حاجه. انزل اعمل لايك للفيديو، يعني دوس على انت اللايك دي اللي هيظهر تحت الفيديو ده، عباره عن ايد كده عامله كده بالظبط، دوس عليها على طول هيظهر لك كده اشعارات حبستكنات كده بتظهر لك على زرار اللايك ده، فانت كده على طول فانت على كده. وده يعتبر اول شرط، والشرط ده مهم جدا جدا عشان تفوز برقم عمر شاور. الشرط الثاني انك تشترك في القناه، لازم تشترك في القناه دلوقتي عشان فعلا يا جماعه الاشتراك ده يعتبر من اهم الحاجات اللي انت تخليك تفوز بالمسابقه. الاشتراك ده بيعرفني انت يعني انضميت للقناه، ومن هنا تقدر تفوز انت بالمسابقه. ده يعتبر اهم شرط في الفيديو كله ان انت تشترك في القناه، انت تشترك في القناه ولازم لازم لازم تشترك في القناه عشان فعلا يا جماعه ده يعتبر اهم شرط. انت لو عملت مثلا عملت لايك للفيديو وفعلت جرس والكلام ده كله ومشتركتش في القناه انسى انك تشوف الرقم، عشان يا جماعه عندي هنا في استوديو اليوتيوب قائمه بالمشتركين او قائمه باخر مثلا 90 يوم في الاشتراكات، فانا بعرف كل مين اشترك يعني بيظهر لي كده حسابه مين اشترك في قناتي، فانا مشترك في القناه عشان بعرف مين بيشترك في القناه. فضغط اشترك في القناه اهم حاجه، تشترك في القناه يعني يعتبر دوس الزر، يعني انت ضغطت تدوس على الزر الاشتراك في القناه اللي لونه احمر كده سبسكرايب او الاشتراك هيظهر لك عموما لون احمر تحت الفيديو ده دوس عليه، بعد كده يظهر لك كلمه مشترك او سبسكرايب، فانت لازم تكون مشترك في القناه. انت هتقول لي انا عم مشترك في القناه اعمل ايه؟ انا دلوقتي مشترك في القناه من زمان، بتابعك من زمان مشترك في القناه وبعمل لايك على كل فيديوهاتك، انت حبيبي عموما يعني انت من غيرك كان انت حبيبي، ان شاء الله انت تفوز بالمسابقه وانت تكون اول واحد تفوز. فعموما يا جماعه يعني اللي هيفوز بالمسابقه دي هيكون كتار يعني مش واحد بس، فانت لازم تكون مشترك في القناه وعامل لايك للفيديو. طيب دلوقتي نجاوب على السؤال، انت دلوقتي مشترك في القناه تعمل ايه؟ يعني خاصه لو مشترك في القناه دلوقتي يا جماعه اي حد مشترك في القناه مثلا دلوقتي يعني عندي 21500 مشترك، فدلوقتي ال 21500 مشترك دول شاهدوا الفيديو ده الغوا الاشتراك، اي انا بقول لكم الغوا الاشتراك فعلا، لكن اشتركوا تاني بحيث يعني فاهم اليوتيوب ان انت شخص جديد او فاهم اليوتيوب ان انت كده بدات تتابع القناه من اول جديد، فاهم قصدي؟ بحيث اليوتيوب يفهم يعني خوارزميات اليوتيوب تفهم ان انت يعتبر
مهتم بالقناه دي، بحيث اليوتيوب يقترح لك القناه دي وتبقى القناه تظهر لك على طول في الفيديوهات المقترحه. فانت لازم مشترك في القناه دلوقتي، لو مش مشترك في القناه اشترك في القناه، ولو انت مشترك في القناه الغي الاشتراك وحطه تاني، اهم حاجه الغي الاشتراك وحطه تاني. لو انت عادي مش مشترك في القناه انزل اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو. ودلوقتي نيجي للشرط الثالث، دلوقتي نيجي للشرط الثالث. الشرط ده مهم جدا جدا، يعتبر من اهم الشروط اللي انت ممكن تعملها، انك تفعل الجرس. اهم حاجه تفعل الجرس دلوقتي، انزل تفعل الجرس. بعد ما تشترك في القناه هيظهر لك جرس كده، دوس عليه والجرس ده من خلاله هيظهر لك الفيديو اللي قادم او الفيديو بتاع بكره وبعده، الفيديو عموما اللي جايه يعني نازله بكره وبعده او الشهر الجاي او السنه الجايه. فانت لازم تكون مفعل الجرس عشان ان شاء الله يا جماعه خلال فتره جايه هبدا انشر فيديوهات كثيره جدا جدا، فاكيد الفيديو هتظهر لك غير تفعل الجرس. يعني الجرس ده هو يعتبر اللي هيوصل لك الفيديو في الاشعارات عندك، تفتح الموبايل كده يظهر لك ان انا نزلت فيديو، ومن خلال الجرس هتعرف ان انا نزلت فيديو جديد. انت شايف اهميه الجرس؟ الجرس ده مهم جدا جدا، يعتبر من اهم حاجات انت ممكن تعملها. دخل اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو وفعل الجرس. الجرس ده مهم جدا جدا عشان من خلاله هتبدا تشوف الفيديو اللي هنزلها بكره وبعده وبعده، ففعل الجرس دلوقتي. ودلوقتي نيجي للشرط الرابع والاخير فيديو النهارده. الشرط ده مهم جدا جدا وسهل برضه جدا، يعني يعتبر من اسهل حاجات ممكن تعملها. لازم تشارك الفيديو في كل مكان، ابعت الفيديو لكل اصحابك على الواتساب تليجرام وتويتر اي حاجه. طيب دلوقتي هتقول لي يا عم ازاي اعمل مشاركه للفيديو، ازاي اعمل شير للفيديو، اعمل ايه؟ هيظهر لك سهم تحت الفيديو ده، وعلى طول انت بعد ما تدوس على السهم ده يظهر لك كلمه مشاركه الفيديو. يعني انت من خلال السهم ده هتبدا انك تشارك فيديو في كل مكان على الفيسبوك واتساب ايا كان، هيظهر لك عموما كل وسائل التواصل الاجتماعي عندك هيظهر لك كده. فانت هتبدا تدوس على التطبيقات دي ومن هنا تقدر انك تشارك الفيديو بس. وبكده لو انت عارف كل الشروط دي تقدر تقول انت فعلا دخلت في المسابقه دي، وانت كده تعتبر من اهم الناس اللي ممكن تكسب، ونسبه كبيره جدا انت هتكسب لو انت فعلا عملت كل الشروط دي. هم اربع شروط سهلين جدا، يعني اربع شروط سهلين جدا جدا، تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس وتنشر فيديو في كل مكان. يعني بس انت اكيد ممكن تكون بتعبان في كل فيديو ليا، شكرا جدا لاي حد بيعمل كده. طيب دلوقتي ممكن واحد يسال انا ازاي اخد الرقم بعد ما عملت كل الشروط دي؟ اخد الرقم ازاي؟ ازاي وصلنا الرقم؟ انا كواحد عملت كل الشروط دي فزت في المسابقه، ازاي وصلنا الرقم؟ انا لغايه دلوقتي بفكر ان انا ممكن اعمل فيديو خلال الفتره الجايه، يعني ممكن الاسبوع الجاي او الاسبوع اللي بعده عموما. يعني لما خلاص بحس كده ان فعلا ناس كتير سمعت الفيديو ده، يعني الفيديو مثلا انتشر في كل مكان وناس كتير عملت الشروط في نفس الوقت، ناس كتير مستنيه الفيديو اللي انا هنزله. فهبدا على طول ان انا انشر فيديو اللي هو خاص برقم عمر شوا في اسم الفيديو اللي عمر شوا نزل على قناته. بعد كده انت تبدا تخش على قناه عمر شوا وتبحث عن الفيديو ده. باختصار كده يا جماعه خلاص انا ممكن اعمل فيديو خلال الفتره الجايه واقول لكم فيه عنوان الفيديو اللي عمر شوا نزل على قناته، يعني عنوان الفيديو اللي عمر شوا نزل على قناته اللي ظهر فيه رقم عمر شوا ساعتها. الفيديو ده من زمان خالص، يعني ممكن اكتر من 3 سنين عمر شوا نزل على قناته. فعموما لو انت فعلا عايز تكبر عمر شوا، كل اللي عليك بس انك تعمل الشوط اللي قلت لك دي، انك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس وتشوف الفيديو في كل مكان. ان شاء الله يا جماعه هعمل فيديو قريب خالص واقول لكم فيه عنوان الفيديو اللي عمر شوا نزل على قناته، وفي الفيديو ده ظهر فيه رقم عمر شوا. استنى الفيديو ان شاء الله قريب جدا، اعمل لايك للفيديو وشارك في القناه وشوف الفيديو في كل مكان. لو سمعت الفيديو للاخر شكرا جدا جدا ليك، اكتب تحت في تعليقات انك سمعت الفيديو للاخر، وان شاء الله اعمل لك قلب على تعليقك. بس كده كان فيديو النهارده، اعمل لايك للفيديو وشارك في القناه وانشر الفيديو في كل مكان. واستنى ان شاء الله فيديو قريب جدا جدا هقول لكم فيه عن عنوان الفيديو اللي عمر شوا نزل على قناته، اللي في الفيديو ده ظهر رقم عمر شوا. استنى ان شاء الله الفيديو هيكون فيديو قريب جدا جدا. بس كده اعمل لايك للفيديو وشارك في القناه وانشر الفيديو في كل مكان. بس كده كان فيديو النهارده، سلام.